لم تنتهي بعد تداعيات حادثة تحرش أستاذ الفنون التشكيلية بالفتيات القاصرات الأحدى عشرة في مدرسة عين طورة. فبعدما وضع القضاء يده على ملف الحادثة تحولت إلى قضية رأي عام، وهناك من طالب بإعدام المرتكب، فيما ارتأى آخرون انتظار انتهاء التحقيقات ملمحين إلى عدم وجود أي أساس للحادثة باعتبار ما جرى مجرد تضخيم إعلامي. أستاذ طرد فورا حتى قبل ما يصير فيه التحقيقات اللازمة، لأنه بهيك مشاكل لازم إجراء دغري تسكين. وقد تداعى وزير الشؤون الاجتماعية ووزير التربية وعدد من الإعلاميين لمتابعة حقيقة ما جرى، معربين عن استنكارهم للحادثة. قمنا بواجبنا كوزارة كمجلس أعلى للطفولة بأن ادعينا ضد مجهول كل من يثبت أنه تورط أو أنه شارك أو أنه غطى أو أنه تسطر على هذه العملية. قمنا بالادعاء وهذا واجبنا. رسالة واضحة للكل إنه اللي بيقوم بأي عمل من هذا النوع رح تكون عواقبه بالفعل وخيمة. برنامج للنشر سيكشف في هذه الحلقة نتيجة التحقيقات التي توصلت إليها الأجهزة الأمنية كاشفاً حقيقة ما جرى. هل اعتدي فعلاً على الفتيات؟ وهل حاول الأستاذ الانتحار؟ سيل من الأسئلة سنحاول الإجابة عليها في حلقة الليلة.